حبيبي أموت أنا أموت أنا يا حبيبي أموت أنا بلهيبي يا عذابي وحبيبي وحبيبي ما نريمي ولا شانو أموت أنا نظراً للظروف الاستثنائية اليوم رح نستبدل آخر محطة من واتس أون إم تي في لنبذة سريعة عن سيرة حياة الشاعر والكاتب اللبناني الكبير سعيد عقل اللي غيب الموت اليوم عن عمر 102. ب 4 تموز 1912 ولد بزحلي طفل عبقري اسمه سعيد عقل، وكانت طفولته سعيده جدا فربي بكثير من الحب والدلال، اخذ من امه الطهاره واخذ من والده روح العطاء، ومن بلدته زحلي اخذ النخوه والبطوله. تفوق وبرز بمدرسه الاخوه المريميين بمدينه زحلي، وكان حابب انه يتخصص بالهندسه، ولكن بعمر ال 15 سنه خسر والده خسارة مالية كبيرة، وهالشي فرض عليه أنه يتوقف عن الدراسة ويتحمل مسؤولية ضخمة وعبء بيت عريق. مارس الصحافة والتعليم بزحلي واستقر ببيروت بمطلع الثلاثينات، وكتب بجرأة وصراحة بجرايد عديدة مثل البرق والمعرض لسان الحال والجريدة، وبعدة مؤسسات تعليمية عريقة مثل الجامعة اللبنانية وجامعة الروح القدس الكاثوليك. عام 1962 انشئ جايزه شعريه من ماله الخاص قيمتها 1000 ليره لبنانيه تمنح لافضل صاحب اثر بيزيد لبنان والعالم حب وجمال. سعيد عقل شاعر لبناني يعتبر من ابرز الشعراء العرب المعاصرين، اشتغل بالتعليم والصحافه، لقب بالشاعر الصغير نسبه الى سنه الصغير لما بلش الشعر، تميز شعره بالتجديد، ويعتبر سعيد عقل من أكبر دعاة القومية اللبنانية، وساهم بشكل كبير بنشر فكرة الإيديولوجي من خلال التركيز على الخاصية اللبنانية. من شعره العريق والعميق حبيت مشاهدينا قول هالجملة: الحياة العزم حتى إذا أنا انتهيت تولى القبر عزمي من بعدي. وهلأ من شاعر سعيد عقل رح نسمع قصيدة بعنوان يارا. يارا جدايلها الشقر اللي فيهن بيتمرجح عمر وكل نجمة تبوح بسرارة، يارا الحلوة الغفي عزندها خي الصغير وضلت تغني والدني حدا تطير والرياح تدوزن وتارة، يارا الحلوة الحلواي تعبوا زنودها ونتفي اصفر خدودها وبإيدها نعست الأسوارة، ولمن اجت يارا تحط خيا بالسرير تصلي يا ربي صيروا خي كبير. من ديوان يارا للكاتب والشاعر الكبير سعيد عقل اللي طبعا غنتها لاحقا السيده فيروز. لام تي في وبرنامج لايف مشاهدينا رح يوابكوا نهار او زبدكم ويكند الوداع الكبير للشاعر والكاتب سعيد عقل، وكمان لشحروره صباح بحلقات خاصه ولقاءات خاصه، فكونوا على الموعد معنا طوال هالويكند. اما هلا فانا بودعكم، حلقتنا لليوم من لايف انتهت، لقائنا بيتجدد بكره الصبح بنفس الوقت. إلى اللقاء. بكرة بي ألايف بي أب تو ديت، جولة سريعة على أخبار لبنان والعالم. بي هوروسكوب خصائص برج القوس والتوقعات اليومية. بي واتس كوكينج سلطة مغربية وفريكي بلحمة. بي كونكتد جولة على أبرز مواقع التواصل الاجتماعي. بإكستريم أمين رح يحكينا عن السيرفينج أو رياضة ركوب الأمواج.
وبهالحلقة رح نحكي مشاهدين عن الحدث اللي رح تنقله الام تي في نهار الأحد ورح يجمع لبنانيين على طول الخط البحري من سور لطرابلس.